يبقى كده يا جماعه ايه السندروم اللي بيصيب الليجامنت بتاعه الاربطه بتاعه المانديبول؟ السندروم اسمه ايه؟ بيجي كتير جدا. السندروم اسمه ايه اللي بيصيب الاربطه؟ إيجل سيندروم. الايجل سندروم. مهم جدا ده وبيجي كتير. طيب بعد كده بيبقى اللي مغلف كل ده قاعد في كبسوله ومتغلفه بسائل عشان برضو يسهل السهوله بتاعه الحركه. برضو كده لو حطيته ايديكم على ركبكم هتحسوا ان في زي سائل كده موجود، اي جزئين بيحتكوا ببعض ربنا بيبقى حاميهم بسفنجه كده من نص ديسك اللي هي بيقولوا عليها زي الصابونه، وسائل موجود عشان يمتص الحرارة اللي بتحصل من الاحتكاك. طيب الارتيكولار ديسك بيبقى شكله عامل ازاي؟ برضو ركزوا في النقطة دي. الارتيكولار ديسك بيبقى شكله او الشكل بتاعه ان هو بيبقى باي كونكيف. باي كونكيف يعني مقعر من الجانبين، مقعر من فوق ومقعر من تحت. برضو ممكن يجي من الأسئلة الشكل بتاع الارتيكولار ديسك بيكون مقعر من الانسجة. طيب الانرفيشن بتاعته، الاعصاب بتاعته بتبقى من الامام ولا بتبقى من الخلف؟ posterior بوستيريور. لان تخيلوا دي من رحمه ربنا بينا، تخيلوا لو هو في اعصاب موجوده في الامام كده ومع كل حركه للكوندايل احنا بنحس بيها كنا هنموت من الالم. يعني لو هي موجوده في الالياف او الاعصاب موجوده في الامام كده ومع كل حركه كده بيتحركها الديسك او الديسك بيتقدم للامام بنحس بالحركه كنا هنموت من الالم، الالم هيموتنا فما بنحسش غير من الخلف او من المنطقه الخلفيه. طيب الحركات بتاعت الكوندايل مهمه. الجزء اللي في الابر لما يجي يقول لك الابر كومبارتمنت مسؤول عن انهي حركه من الحركات بتاعت الكوندايل؟ يعني الجزء العلوي بيعمل انهي حركه؟ برضو بيجي كتير. open للماوث بيعمل حركه اسمها سلايدنج. لو انتوا حطيتوا كده ايديكوا على فككوا وحاولتوا تفتحوا الفم هتلاقي الكوندايل الاول اكنها بتزحلق كده، اكنها بتعمل زي السلايدنج. بعد كده اول لما تيجي اخر الحركه لنهايتها او النهايه بتاعت الحركه في الاخر خالص هتحسوا ان الكوندايل بتعمل زي الهزه كده او بتدور حوالين نفسها مع نهايه الحركه. فلما يجي يقول لك بداية الحركة أو الأبر كومبارتمنت أو الجزء العلوي بتاع الكوندايل أو بتاع التي إم جي مسؤول عن أنهي حركة أو بيعمل أنهي حركة؟ هو بيعمل السلايدنج الزحلقة. أمال الجزء السفلي أو الجزء اللي تحت بيعمل أنهي حركة؟ بيعمل الهنج روتيشن، الهنج أو روتيشن. العضلات طبعا بتاعة المانديبول طبعا مهمة جدا، كل العضلات بتبقى مسؤولة عن إن هي تقفل المانديبول اكسبت اللاترال تيروجويد هي اللي بتفتح المانديبول. كل العضلات بتاعت الميديال تيروجويد الماسيتر التيمبوراليس دي كلها بتقفل. حتى لو انا دوست على فكي هحسها، احس التيمبوراليس من هنا واحس الماسيتر من هنا، احس كل الحركات بيحصل لها كونتراكشن لو انا حاولت اقفلهم اكسبت مين؟ اكسبت اللاترال تيروجويد هي اللي مسؤوله عن الفتح. تي ام جي ديس اوردر اللي هي المشاكل بتاعت التي ام جي. هيجي يسالك اكتر يعني الديسك ديسبليسمنت بيحصل اكتر للانتيريور ولا للبوستيريور؟ الانتيريور لانه مش هيقدر يروح لورا، هو بيروح دايما للامام مش هيقدر يروح لورا اصلا، مش هيقدر يروح للخلف او مش هيقدر يمشي للخلف او مش هيقدر يرجع للخلف، هو بيروح للامام. طيب في التي ام جي ديس اوردر برضه السؤال ده بيجي كتير، الكوندايل بتتحرك للناحيه السليمه ولا الناحيه المصابه؟ اللي هي المصابه، يعني المصابه بتتحرك للناحيه المصابه، يعني انا لو عندي مشكله هنا في الكوندايل دي المندول هلاقيه بيجي لناحيتها او بيتحرك للناحيه بتاعتها او بيتحرك للاتجاه بتاعها. يعني لما يجي يقول لك مثلا في مشكله في الكوندايل هنا او في مشكله في ديس اوردر في التي ام جي هنا دي ناحيه الرايت، يبقى المندول هيتحرك لفين؟ هيتحرك لناحيه الرايت. برضو دي مهمه جدا. طب يا دكتور لو في لو المانديبل خد تروما من ناحية الرايت مثلا برضه هيتحرك للرايت؟ لا لو اتكسرت يعني دي؟
لو لا الرايت لو هيد اتكسر، لا لا اتكسر. الدي ام جي ديس اوردر غير غير الفراكشر، احنا لسه هنقول فراكشر. الديس اوردر دي اللي هي الامراض مش التروما، الامراض اللي هو زي الانتيريور ديسك ديسبليسمنت، تمام. الامراض والحاجات، لسه هنقول الجزء بتاع الفراكشر. بس المفروض لو اتضرب هنا يبقى هيتحرك للناحيه السليمه، مش هيتحرك للناحيه المصابه، ومش هيقدر يجي كده اصلا، يعني مش هيقدر يتحرك في الاتجاه ده. بس لسه هنقول، ركزوا بقى معايا في النقطه دي عشان بيحبوها برضو في تمام. اللي هي الانتيريور ديسك ديسبليسمنت ويز ريدكشن ويز اوت ريدكشن. ركزوا فيها عشان النقطه دي مهمه وعايزه تخيل شويه. ويز ريدكشن يعني ايه؟ يعني الكوندايل موجوده كده، لما بتيجي تفتح الديسك بيقوم مقدم معاها. ويز ريدكشن يعني قبل ما هي ترجع هو بيقوم راجع، فلما الكوندايل تيجي عليها من مسافه بعيده بتقوم خابطه فيها كده، تقوم عامله فيها كده، فتعمل صوت ايه، او تعمل صوت ايه، تعمل صوت الكليكنج، تخبط. فالويز ريدكشن بيعمل ايه؟ بيعمل كليكنج، بيعمل كليكنج. والمانديبول هيتحرك لانهي ناحيه؟ يعني لو انا عندي هنا ديسك ديسبليسمنت، المانديبول هيتحرك لناحيه الرايت دي المصابه ولا الناحيه السليمه لناحيه الليفت؟ مصابة. مصابه للافكتد. برضو ركزوا يا جماعه في النقطه بتاعت بيتحرك فين عشان بيسالوها كتير جدا. طيب لو انا بقى ويز اوت ريدكشن معناها ان الديسك اتقدم كده للامام وجات الكوندايل ترجع، هو ما رجعش. ويز اوت ريدكشن يعني مش هيرجع مكانه، يعني هيفضل متعلق كده. فتيجي الكوندايل وهي بترجع تقوم عامله عليه كده زي اكنها بتخربش فيه، فيعمل صوت ايه؟ الكريبتس، لانها مش هترجع، الديسك مش هيرجع، هيفضل متعلق كده. فتيجي الكوندايل ترجع مش زي التانيه، ده بيرجع فالكوندايل تيجي عليه من مسافه بعيده وتقوم خابطه فيه كده، لا ده هيفضل متعلق والكوندايل تخرش فيه، يعني تعمل زي تخريش فيه، فتعمل الكريبتس. هيجي يقول لك في الويز اوت ريدكشن الصوت اللي بيحصل ايه، وفي الويز ريدكشن الصوت اللي بيحصل ايه. ويز ريدكشن يعني هيرجع، يعني الكوندايل هتيجي من مسافه بعيده وتقوم رازعه فيه كده، هتعمل صوت الكليكنج. الويز اوت ريدكشن يعني هيفضل معلق، يعني الكوندايل هترجع وهي عماله تكحت فيه، اللي هو زي الكريبتس كده، او تخرش فيه او تعمل تخريش فيه. تمام. بنعمل له دايجنوز ازاي، او بنعمل له تشخيص ازاي المرض ده او المشكله دي، بنعمل لها تشخيص ازاي؟ بناخد هيستوري من المريض، هو عنده في مشكله، بيسمع صوته وهو بيعض، بنعمل فيزيكال اكزام نشوف العضلات ونختبر العضلات بتاعته. حد كان سألني قبل كده على الاشاعات، الجزء ده ممكن يكون سببه من العظم وممكن يكون سببه من الديسك او من العضلات، فاحنا ممكن نعمل له حاجة بتشوف السوفت تيشو اللي هي الام ار اي، وممكن نعمل له حاجة بتشوف العظم اللي هو السي تي. فلما يجي يقول لك الديسك ديسبليسمنت بنعمل له اختبار بانهي اشعة او بنشوفه بانهي اشعة، الاشعة اللي بتبين السوفت تيشو هي الاشعة المغناطيسية اللي هي الام ار اي، الاشعة اللي بتبين الهارد تيشو او البون اللي هي السي تي، او اللي هي السي تي سكان اللي هي الاشعة جريتر تو طيب هنعمل له ايه، او ايه اللي احنا هنعمله له؟ بصوا يا جماعه خلوها قاعده كده معاكم، اي مشكله في التي ام جي على طول وانت مغمض اول حاجه تيجي في بالك ان هم بيعملوا رافع العضه اللي هو السبلين، بعد كده نشوف هنعمل ايه. اي حاجه عموما في مشاكل في التي ام جي، انا عايز اريح عضه المريض، عايز اخلي المريض ما يعملش مجهود بفمه وهو نايم بالليل، عايز اريح له العضه. فيبقى اول حاجه اعملها افكر فيها ان اعمل له سبلنت، بعد كده بقى نشوف هنعمل ايه او ايه الحاجات التانيه اللي احنا هنعملها. لكن اول حاجه واول حاجه تيجي في خيالي واول حاجه تيجي في بالي هو مريض يعني في مشكله في العضه، العضه بتاعته شديده عنيفه، يبقى هنعمل له ايه او ايه اللي هنعمله له؟ هنعمل له رافع العضه اللي هو السبلنت. في بقى تعامل تاني ممكن يجي لكم في التعريفات، خدوا بالكم منه، ان هو انا عندي الديسك بقى ملزق في قلب الكوندايل، ما بقاش فيهم اي فاصل ما بينهم وما بين بعض، فبييجوا يقوموا حقنين كده هنا في منطقه المفصل زي ابره كده فيها محلول ملح، ويقوموا بخنها، فيسبب ان الديسك يبعد عن الكوندايل ويعمل حريه حركه في الكوندايل من غير ما تخبط في الديسك. العمليه دي اسمها ايه؟ دي اسمها ارثرو سينتيسيس، اسمها ارثرو سينتيسيس، وخلوا بالكم منها عشان لو جت في التعريفات. طيب
تاني حاجة بعدنا عندنا اللي هي المايوفيشال بين سيندروم، اللي هي المايوفيشال بين سيندروم. المايوفيشال بين سيندروم دي حاجة بتيجي من الاسترس، يعني بتيجي من الضغط والتوتر النفسي، بتيجي للستات خصوصا، حتى كمان المرض ده اكتر يعني بريديسبوزنج للستات، يعني اكتر او بيحصل اكتر للستات، لان هم ممكن يتعرضوا للطلاق، ممكن يتعرضوا لحاجات تضغطهم نفسيا وعصبيا، فيحصل لهم المرض ده. ليه علاقة بالضغط، هو ضغط بيسبب لهم ان العضلات بتاعتهم تتشنك او يحصل لها زي التشنج، فيجي وجع في مفصل الفك. ده المرض باختصار. يعني بيبقى عندهم ايه او ايه الاعراض بتاعتهم؟ بيبقى عندهم هيدك والم في الفك، لكن عندهم حاجة مهمة جدا خدوا بالكم منها يا جماعة، عشان دي بتيجي في الديفرنشال دياجنوز. دول عندهم حاجة ما بتتشابهش مع أي حاجة تانية، إن هو بيقول لك أنا سامع صوت زي الطنين في أذني، زي طنين النحلة كده، أو الطنين بتاع النحلة اللي هي بيسموها إيه؟ التينتس، أو الطنين بتاع النحلة، أو اللي هي الزنة كده، يسمع صوت المفصل بتاعه بيعمل زي صوت الطنين كده، أو يعمل زي الطنين. طب دول هنعمل لهم ايه او ايه اللي المفروض ان احنا نعمله لهم؟ دول بيتموا بكذا طريقه. الاول بقول له شويه تعليمات، كل حاجات طريه، ما تاكلش حاجه ناشفه، ما تجزش على سنانك وانت نايم، خد مسكن، حاول تعمل استريتشنج للعضلات بتاعتك، يعني تعمل لها زي مساج بايديك كده. لقيت الطريقه دي ما نفعتش، بنقل على المرحله الثانيه ان احنا نعمل له السبلنت، اللي هو رافع العضه الليليه، او يعني الرافع بتاع العضل. طب لقيت الموضوع ما ينفعش، بيعملوهم علاج فيزيائي، بيحط لهم زي كمادات كده حاره كده فيزيائيا، وتعمل زي مساج بس بالعلاج الفيزيائي. طيب ما ينفعش، ما جابتش نتيجه، ما نفعتش، بنتوجه بقى للموضوع التاني ان احنا بنحقن العضلات بتاعته، بنحقنها بوتوكس. يبقى كده اللي هي السندروم المايوفيشال بين ديسفانكشن سندروم ده، المرحلة الأولى مسكن، ياخد تعليمات، ياكل حاجات طرية، ما ياكلش حاجة ناشفة، ما يجسش على أسنانه. لقيت الموضوع ما ينفعش، يعمل رفع العضة. لقيت الموضوع ما ينفعش، يعمل علاج فيزيائي للعضلات بتاعته. لقيت الموضوع ما ينفعش، يحقنها بالبوتوكس، أو يعمل بالبوتوكس. بعد كده الارثرايتس اللي هي التهاب المفاصل، الارثرايتس اللي هي التهاب المفاصل. الارثرايتس ده ممكن يكون التي ام جي جزء من المفاصل، في ناس بيجي لهم التهابات في المفاصل عموما، فالتي ام جي ده مفصل من ضمن المفاصل، فمن ضمن المفاصل اللي هيحصل فيها المشكله التي ام جي، لانه مفصل من ضمن المفاصل، او مفصل من ضمن المفاصل. الانكيلوزيس اللي هو التيبس، التيبس يعني ايه؟ يعني الكوندايل لزقت في العظم، يعني لزقت، عملت زي لزق كده، دخلت او لزقت في العظم، او بقوا زي اللزقه مع بعض، او بقى في جزء عظمي ما بينهم هما الاثنين. ده من اشهر الاسباب بتاعته، ان هو يقول لك الطفل وهو صغير، دي بتحصل كتير جدا وبيجيبها لكم في الاسئله كتير، في كده اطفال بتيجي الدكاتره تشدها من رجليها وهم بيتولدوا، بيقوموا متزحلقين منهم او مزفلطين منهم، يقعوا يتخبطوا في الكوندايل، الكوندايل دي تتملي دم، الدم يتحول بعد كده لجزء عظمي يعمل الاتصال، او يعمل الاتصال. فحتى من ضمن الاسئله اللي احنا ممكن نسالها، نقول لهم حصل لكم اللي هي البرس، او اللي هي الخبطات اللي هي بتحصل ساعه الولاده، او اللي هي التروما اللي بتحصل ساعه الولاده، ولا دي من ضمن من اشهر الاسباب. طيب هيجي يقول لك برضه، بيجي سؤال يقول لك اشمعنى الكوندايل في الاطفال، او في الاطفال بتحصل في الكبسوله نفسها، لكن في الناس الكبيره بتحصل في تحت الكوندايل، او في رقبه الكوندايل، اشمعنى؟ علشان هي بالكي في ايوه، عشان هي بالكي، فبتتكسر في الاطفال الكوندايل نفسها، لكن الرقبه بتاعت الكوندايل هي اللي بتتكسر في الناس الكبيره. الرقبة بتاعت الكوندايل هي اللي بتتكسر في الناس الكبيرة. طيب ايه اشهر علامة، بيجي السؤال ده كتير جدا، ايه اشهر علامة ان المريض حصل له فراكشر في الكوندايل؟ في علامة مميزة جدا، في علامة مميزة جدا للموضوع ده، ايه هي؟
ممكن يبقى عنده كروس بايت او lateral displacement في الفيس؟ لا، بيبقى عنده هيلدي تشين لاسيريشن، بيبقى عنده جرح في الدقن، بلاقي فيه جرح متعلم في الدقن، لان المريض لو طفل صغير وقع على دقنه الرده بتحصل في الكوندايل فبيكسر الكوندايل، فبتتكسر الكوندايل. اشهر علامه، ودي بتيجي في الديفرنشال دايجنوز كتير، اشهر علامه لان المريض حصل له كسر في الكوندايل انها الاقي حد اتخبط في دقنه او وقع على دقنه او طاح على دقنه، فشوف فيه مكان جرح او علامه جرح موجوده في دقنه. اشهر علامه ان الاقي مكان جرح او علامه جرح موجوده في دقنه فاعرف او اتوقع ان هو عنده كسر في الكوندايل. طيب الشكل بتاعها بيبقى مهم جدا، لو هي على الناحيتين بتعمل له زي شكل الطائر، بيقولوا عليه شكل بوز الطائر كده، بيبقى عنده بيرد فيس ديفورميتي، فهيجي يقول لك مين اللي بيبقى شكله زي الطائر او بيبقى شكله زي الطائر مين او الشكل بتاعه زي الطائر مين، اللي هو البيلد فيس ديفورميتي، اللي هو البايلاترال او الكسر اللي على الجانبين او الكسر البايلاترال. طيب اللي على ناحية واحدة بيكون ايه؟ بيكون عنده فيشيال اسيمتري، عدم تناسق، لان المنطقة دي مثلا مش عارفة تنمو والمنطقة دي بتنمو عادي، فبيبقى عنده عدم تناسق على الجانبين. طيب الدقن هتروح للناحية المصابة ولا الناحية السليمة؟ سليمة لأنها كسر ده مش يعني انا لو انا عندي الكوندايل دي وقفت عن النمو او مش بتقف عن النمو، يبقى المانديبول هيروح لناحيتها ولا هيروح للناحية التانية؟ لناحيتها الناحية التانية. لا لناحيتها، بيروح للناحية الانكلوزد، للناحية المصابة، لان ده بينمو سليم، يعني ده بينمو بصورة سليمة، وده هنا مصاب، ده هنا في مشكلة مش بينمو، فصغير. يبقى الحاجة مفروض بتروح من الكبير للصغير ولا من الصغير للكبير؟ يعني الحاجة مفروض تتحرك من الكبير للصغير ولا من الصغير للكبير؟ بتروح دكتور مش فاهم. يعني أنا يعني في مثلا يعني مثلا في مريض حصل له إن الناحية دي وقفت، الناحية دي مش بتنمو فصغيرة أو صغيرة، يبقى كده الدقن هتتحرك من هنا لهنا ولا هتتحرك من هنا لهنا؟ لا الناحيه دي واقفه اصلا مش بتنمو، يعني دي وقفت اصلا مش بتنمو، يبقى المندبول هيتحرك لها، هيروح لها، هيروح للناحيه المصابه. فاهمينها كده؟ فاهمينها كده ولا؟ يعني لو هنا مثلا كده، لو هنا مثلا خلينا نشوفها على الصوره عشان تبقى افضل، هنا كده انهي كده اللي مكسوره؟ دي اللي فيها المشكله ولا دي كده اللي فيها المشكله؟ الرايت هنا، هنا اللي فيها المشكله، اهو متحرك للاتجاه ده، المندبل اتحرك للاتجاه او التشين راحت في الاتجاه ده، راحت للناحيه دي. طيب المفروض ان احنا بنعمل لها ايه؟ دي بقى حته عظمه جوه، دي ما فيش فيها بقى ينفع بقى نقول رفع عضه ولا مش عارف علاج فيزيائي ولا مش عارف نديله مسكنات ولا مش عارف نعمل، لا دي عظمه موجوده جوه بتمنع الحركه، على طول لازم تتخش وتتشال، يا اما بيوصلوا في بعض الاحيان ساعات بيكسروا اصلا الكوندايل نفسها بكل اللي فيها ويشيلوها ويركبوا حاجه جديده مكانها او يحطوا حاجه جديده مكانها. وبيجي يسال سؤال كتير، لو احنا هنكسر الفك بتاع المانديبول ايه احسن مكان نجيب منه الجرافت؟ الضلوع اكتر مكان يتشكل على هيئه الكوندايل هو ايه؟ الضلوع، الضلوع بتاعه البني ادم او الضلوع بتاعه البني ادم. طيب المانديبولار سبلكسيشن، ركزوا بقى في النقطه دي، ان بني ادم، في بني ادم ساعات كده يقول لك ايه، انا وانا بتاوب كده بصوره
كبيره او فتحت فمي كده جامد قوي بصوره كبيره، المندبل علق للحظات لثواني صغيره وبعد كده رجع طبيعي تاني، يعني علق كده وقف كده ثانيتين ثلاثه وبعد كده رجع تاني لطبيعته. دي اسمها ايه؟ دي اسمها المانديبولار سبلكسيشن. دي اسمها المانديبولار سبلكسيشن، يعني المندبل علق، المندبل علق وقف علق كده للحظات لثواني وبعد كده رجع تاني. دي بنعمل له ايه؟ ما بنعملوش حاجه، نقول له خد بالك بس ما تعملش الحركه دي تاني وخلاص. اللي عكسها بقى ان هو علق فتره طويله الديسلوكيشن، ان الكوندايل خرجت خلاص، المندبل خرج. طيب المفروض المده قد ايه قبل ما نضطر ان احنا نرجع المانديبل؟ برضو السؤال ده بيجي كتير، بنقعد مده قد ايه لو المريض اتاخر عنها او اتجوز عنها بنرجعه في الجي اي او في الجنرال انستيزيا او في التخدير الكلي؟ نص ساعه. نص ساعه. لو قعد اكتر من نص ساعه يبقى كده مش هينفع نرجعه بالطريقه العاديه، هنرجعه بالجي اي او بالجنرال جي انستيزيا. اي. طيب الماكسيلو فاشيال تروما اللي هي الخبطات بتاعت الوجه والمنتصف الوجه والماكسيلا، في بقى حاجات كده في اللي هي الاسعافات الاوليه، قاعده اسمها الاي بي سي دي اي، اللي هي الاي بيكون الاير واي ان انا اتاكد ان هو بيتنفس، البي اللي هي البريسنج اللي هي التنفس، والاير واي اللي هو مجرى الهواء، السيركوليشن ان انا اتاكد ان هو ما بينزفش، الديسابيليتي ان انا اشوفه بيستجيب لردود الافعال ولا لا، يعني بيعرف يحس بيعرف يشعر بيعرف يرد عليا ولا لا، الاكسبوجر انها لازم اقلعه هدومه كلها، لازم هدومه كل لازم يبقى عريان عشان لو في اي خبطه مش موجوده او مش ظاهره نقدر نحددها ونشوف التحديد بتاعها. ال A B C D E. في بقى حاجه اسمها جلاسكو كوما سكيل، يعني هي دي مش علينا قوي، دي مفروض في الطوارئ والاسعافات الاوليه بس خلينا نقولها. جلاسكو كوما سكيل دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن درجات كده معينه المريض بياخدها، وعلى حسب الدرجات اللي هيجيبها اقول المريض ده محتاج مثلا يخش رعايه مركزه ولا محتاج ان هو يتحجز في مستشفى عاديه ولا محتاج ان هو اصلا يروح ومش محتاج اي حاجه خالص، ياخد شويه اسعافات اوليه ويروح خلاص، على حسب الدرجات بتاعته. يعني مثلا بنقول له بنشوف بنختبر الاي اوبننج اللي هو فتحه العين، لو بيقدر يفتح عينه ويقفلها بسهوله بياخد 4 من 4، لو ما بيفتحش عينه غير لما انا امره او انا اقول له يبقى ده كده 3 من 4، لو بيفتح بعينه بس بألم او مؤلمه فتحه العين بياخد 2 من 4، لو مش قادر يفتح عينه خالص يبقى بياخد 1 من 4، لو بيستجيب للاوامر بيطيع الاوامر كلها بياخد 6، لو هو مش فايق بس يقدر يقول الوجع فين او يحدد الوجع فين بياخد 5، وهكذا بنفضل نجمع نقط ونشوف لو جاب رقم اقل من 8، يعني جاب 7 6 5 4 يبقى ده كده حاله خطر جدا ولازم يتحجز في الرعايه او يتحط في الانتنسيف كير. لو جاب ارقام من 9 ل 12 لا يبقى كده حاله متوسطه، يعني ممكن نحجزه بس مش في الرعايه. لو جاب اكتر من 13 ده ممكن شويه اسعافات اوليه كده، ممكن حصل له كدمه وخلاص ويقوم يروح. ويقول لك خلي بالك مفيش حد ينفع اسمه يجيب 15 من 15، لان 15 من 15 معناه ان هو ما حصلوش اي حاجه، ما اصلا ما اتخبطش، ما حصلوش اي مشكله. وما ينفعش حد يجيب زيرو، لان زيرو يعني معناه ميت، مش بيستجيب لاي حاجه، معناه ان ده بني ادم مات خلاص. في برندد او بيقولوا عليها اللي هو الموت الاكلينيكي يعني، او اللي هو برين ستيم ديس اللي هو موت نخاع المخ، فده كده مفيش حاجه اسمها زيرو، فمفيش حد بيجيب 15 من 15 ولا حد بيجيب 0 من 15. البيكس اوف مورتاليتي اللي هي بيسموها بيقولوا عليها ايه؟ بيسموها الساعات بتاعت الموت، بيقول لك الفيرست بيك اللي هي بتبقى اول ثواني بعد الصدمه، في مريض كده ايه يجي يقول لك ايه؟ عربيه خبطته وقع مات. طب مات، ده بتيجي من ان في ده مش حصل للبرين خلاص بيقع يموت. السكند بيك اللي هي المرحله الثانيه اللي بيحصل فيها الموت اللي هي بتبقى بعد دقائق من الخبطه لغايه حوالي ساعه، ودي بيسموها الساعه الذهبيه، لو المريض عداها بتبقى فرصته في النجاه كبيره يعني. السيرد بيك اللي هي بتبقى ايام واسابيع، ودي بتيجي من ايه؟ اللي هو انفجار
الأعضاء الداخلية، زي ما يقول لك انفجر الطحال بتاعه، انفجر الكبد بتاعه، انفجر المرارة بتاعته، انفجار الأعضاء الداخلية. طيب في حاجة كده، عارفين في طائر كده أو بتاع حيوان كده بيقولوا عليه الراكون، عارفينه الحيوان ده؟ في حيوان كده اللي هو بتبقى عينيه مبقلظة، ده عينيه عاملة زي عاملة زي البومة كده، مبقلظة كده، عارفينه؟ عارفينه يا جماعة الحيوان ده، اللي هو الحيوان الراكون ده، اللي هو عينيه بتبقى مبقلظة. فيقول لك لو لقيت حد عينيه عاملة زي الحيوان ده أو شبه الحيوان ده اللي هو عينيه مبقلظة ده، يبقى ده كده إن إحنا كسرنا قاع الجمجمة. ده دليل على إيه، أو إيه الدليل بتاعها، أو بتدل على إيه؟ بتدل إن إحنا كسرنا قاع الجمجمة. برضو دي ممكن تيجي في differential diagnosis. طيب لما يقول لك خدوا بالكم من السيريبرو سباينال فلويد ده، برضو عشان ده من الحاجات اللي بيحبوها، لما ينزل السائل بتاع المخ من الأنف، ده دليل على ايه؟ ده دليل على ان احنا خرمنا الجدار اللي حوالين المخ، خرمنا الجدار اللي حوالين المخ، او دمرنا الجدار اللي حوالين المخ. برضو دي مهمة. طيب اسهل عظمة في الوجه تتكسر هي مين؟ في الوجه، في الوجه اسهل عظمة في الوجه تتكسر هي مين؟ زيجوماتيك؟ لا لا، زي جمعة سهلة بس مش قوي، في أسهل منها، في حاجة أسهل منها. العظمة الأنف دي، ده كل الناس لما تتكسر ده أسهل حاجة، لما حد خد بنية كده أول حاجة يقول لك مناخيره اتكسرت. أي حد لما يخش أي خناقة ولا أي حاجة، ولا يخبط في باب، ولا يخبط في أي حاجة، أول حاجة بتتكسر ويقول لك مناخيره اتكسر، لأن دي غضروفة أصلا، يعني دي مش عظمة جديدة، غضروفة. طب أصعب عظمة تتكسر؟ سوبرا اوربيتال اللي هي العظمة اللي فوق الحاجب دي، العظمة دي قوية جدا، ودي من رحمة ربنا بينا برضو، عشان كده في مثل كده يقول لك العين عليها حارس، يعني دي أصعب عظمة يحصل لها كسر، عظمة قوية جدا وعنيفة جدا، وما بتنكسرش بسهولة غير لو حد بقى جاب شاكوش وخبط فيها، يعني ما بتنكسرش بسهولة خالص. طيب انواع الفراكشر دي برضو بتيجي في الامتحان، الانواع بتاعه الفراكشر. الفراكشر ممكن يكون سيمبل بسيط، اللي هم بيقولوا عليه ايه، بيسموه، عارفين لما تجيبوا كده عود بتاع نبات كده اخضر وتيجوا تكسروه تلاقوه ما اتكسرش، تهشم كده اكنه تفشفش، لكن هو ما اتكسرش فعليا، اللي هم بيسموه جرين ستيك، او بيقولوا عليه الكسر الاخضر، زي العود الاخضر، ده اللي هو الكسر البسيط. الديسبليزد، ان الجزئين المكسورين بعدوا عن بعض. الكوميونيتد، وخلوا بالكم دول بيجوا في التعريفات، الكوميونيتد ان احنا كسرنا وقطعنا وريد او شريان او حاجه دمويه معانا مع الكسر اللي احنا كسرناه. الكومباوند، انها شفت الاجزاء المكسوره خارجه، في ناس ساعات بيتكسر عظمهم كده تشوف حته من العظم بره الجلد، طلع بره الجلد، دي اسمها كومباوند فراكشر، وده برضو الانواع بتاعتهم بتيجي كتير في الامتحان. طيب اول حاجه في الريدكشن ان احنا بنعملها ايه؟ بنعمل تثبيت. حتى الطريقة دي اللي هي بتاعت التثبيت في ناس بقت تعملها دلوقتي، اللي هم الناس اللي بيكونوا تخان أو جسمهم مليان، بيروحوا لبعض الدكاترة عشان يعملوا الطريقة دي، يقول لك عشان ما ياكلوش، يشربوا بس كده عشان لو عايزين يخسوا ولا حاجة، اللي هي التثبيت. التثبيت ده ممكن يكون إيه؟ إن إحنا نثبت ببار، بحاجة زي الحديد كده، بأرش بار، أو ممكن نثبت بمسامير، نخرم مسامير ونثبت بيها، أو ممكن نثبت بسوست، حاجه زي السوست اللي هي الايفلوبس. طب كل دول بيبقى في مسافه نقدر ندخل منها الشفاط. طب امال لو مريض، انا السؤال ده جالي في امتحاني بقى شخصيا، لو مريض ما عندوش اسنان، لو جينا قفلنا الفكه على بعضه وخلاص بقه اتقفل، ممكن يموت، ولا هياكل ولا هيتنفس، هيموت لو قفلنا الاثنين مع بعض. طب لو مريض ايدنشلس، هنعمل له التثبيت ازاي؟ عشان ما يموتش، او عشان ما يعني ما يموتش يعني. نعمله دنشر ونحط له عليه ايوه الله الفتيشن. ينور عليك، ليها اسم بقى معين، او ليها اسم معين خدوا بالكم منها، بيقولوا عليها الجاننج سبلنت، ان احنا بنقوم عاملين له اكريل فوق وتحت وخرمينه من النص، عاملين خرم فيه في النص، ياكل منه، يشرب منه، يتنفس منه، يطلع كده، ان هو بيقوم عامل اكريل. فهيجي يقول لك لو مريض ايدنشلس وعايز اثبت الابر واللور، بثبته بايه؟ بثبته بالجاننج سبلنت. دي بتيجي كتير في الامتحان، يا اما بقى بنثبت بمسامير او بشرايح او بسكرو او ببليتس او بشرايح.
طيب الميد فيس فراكشر دي برضو جزئيه مهمه جدا وبيحبوا يجيبوها. انا عندي الكسور 3 كسور، لو كسرت المجزله بس او قال لك الترانسفيرز فراكشر او قال لك الهوريزونتال فراكشر، ده اللي فورت 1، ده اللي فورت 1، وده بيبقى الحاجات بتاعته كلها ليها علاقه بالشفه، شفته تورم تتنفخ يبقى مش عارف يعض كويس، يبقى الشفه فيها دم او حبسه دم، كلها حاجات ليها علاقه بالشفه. اللي 42 اللي هو بيسموه الهرمي، اللي هو عامل زي الهرم فبيسموه البراميدال، اللي هو بيبقى المجزله ومعاه الجزء بتاع الانف ده، بيبقى مجزله ومعاه الجزء بتاع الانف ده فبيسموه البراميدال او اللي 42. اللي 43 اللي هو بقى كل الجزء ده فك من الجمجمه، كل ده طلع لبره او طلع لبره، وده بيسموه كرينيو فيشل، كسر في الوجه والمخ، كرينيو فيشل. بيجي يسأل كتير مين اللي بيعمل الديش فيس ديفورميتي، شبه الطبق، بيخلي الوش كأنه متطبق او شبه الطبق، هو اللي 43. السؤال ده بيجي كتير وبيعمل حاجات كلها ليها علاقة بالعين، وخلوا بالكم يا جماعة عشان بيسأل يجمع كده تجميع يقول لك مين الحاجات اللي بتجيب مشاكل او بتعمل مشاكل في العين، خدوا بالكم من النقطة دي. طيب التريتمنت هنعمل لها ايه؟ هنعمل لها فيكسيشن، هنثبتها، هنعمل لها تثبيت، هنعمل لها فيكسيشن ونثبتها ونعمل لها تثبيت. بيجي الفورسبس ده برضه في الامتحان، الفورسبس اللي بنمسك بيه المجزله اسمه الوشلم او الديس امباكشن فورسبس، خلوا بالكم منه عشان بيجي في الامتحان كتير جدا، هتلاقوا في صوره حد كده ماسك فورسبس وبيمسك المجزله بيرجعها كده بايديه، اللي بنرجعها عشان نثبتها او نعمل لها التثبيت اسمه الديس امباكشن فورسبس او الوشلم فورسبس. الزيجوماتيك فراكشر اللي هو الكسر بتاع الزيجوما، بس ان هي تتكسر عظمه الزيجوما. ايه اللي بيظهر مع الزيجوما؟ برضو حاجات ليها علاقه بالعين، عينه تورم، عينه تجمع دم، عينه يبقى عنده الرؤيه مش مظبوطه او الوضع بتاع عينه مش متوازي مع بعضه، وعين نازله لتحت وعين طالعه فوق، كلها حاجات ليها علاقة بالعين. طيب الكسر بتاع الزيجوما، السؤال ده جالي في امتحاني برضو، في كده اكس راي مشهورة بتبين الكسر بتاع الزيجوما اسمها ايه؟ ايه نوع الاكس راي اللي بنشوف بيها الزيجوما؟ السؤال ده بيجي كتير في الامتحان. انتيريو بوستيريور كيريو بوستيريو، هتطلع على بعض مش هتبان كده، بيبقى فيه كده كانوا بيمثلوها لنا واحنا في الكليه بيقولوا عليها طبق البيض، بيبقى العين كده وطلع كده منها زي كده وطلع من العين كده وزي عظمه كده، دي اللي هي اسمها السبمنتو فيرتكس، احنا بنجيب من هنا كده لغايه فوق، بنقوم مصورين كده من تحت لفوق وهو راجع راسه لورا فبيظهر من تحت، فبيقولوا عليها طبق البيض، عامله زي طبق البيض كده او شبه طبق البيض، برضو دي بتيجي في الامتحان كتير. اسمها ايه تاني يا دكتور بطولة؟ سبمنتو فيرتكس، سبمنتو فيرتكس ان هو بيبين كده لغايه ورا، السبمنت اللي هي من تحت الدقن، منتال يعني تحت الدقن، فيرتكس يعني العمود الفقري، فبيقوموا مرجعين راسه كده ويصوروا من ورا لقدام او من الخلف للامام. تمام. الابروتش بتاع الزيجوماتيك اللي هو الجيليس ابروتش، الابروتش بتاع الزيجوماتيك اللي هو الجيليس ابروتش. البلو اوت اللي هو الكسر بتاع العين فقط، ان احنا نكسر قاع العين فقط او كسر العين، يحصل كسر في العين فقط. النيزو اوربيتال يعني كسر في الانف والعين، النيزو اوربيتال يعني كسر في الانف والعين، ده برضو من الحاجات اللي بتنزل السريبرو سباينال فلويد، خلوا بالكم كده يا جماعه، اللي 43 بينزل سائل المخ من الانف، والبرضو اللي هو النيزو اوربيتال بينزل سائل المخ من الانف او السائل بتاع المخ بينزل من الانف. المانديبولار فراكشر بقى اللي هي الكسور بتاعت المانديبول او الكسور اللي بتحصل في المانديبول، هيجي يقول لك اشهر كسر في المانديبول بيكون ايه؟ اكتر كسر بيحصل في المانديبول بيكون ايه؟ الانجل
كوندايل، ان الكوندايل تتكسر، لا اشهر كسر اي حد بيتخبط الكوندايل بتتكسر، اشهر كسر في الفك. السؤال ده بيجي كتير، اشهر كسر او اشهر حاجه بتحصل في الكسور بتاعه الفك هي الكوندايل. طب اشهر كسر بيبقى ميسن، ما بنشوفهوش يعني، ما بيبانش قوي او ما بيبقاش باين قوي، مين هو؟ اللي هو في خط، الأنجلر. لا اللي هو خط المنتصف السيمفيزيال، ما بيبانش قوي، ما بيظهرش قوي، ما بيديش علامات قوي. فاظهر اكتر واحد ميسن هو السيمفيزيال، اكتر واحد بيحصل هو الكوندايل. بعد كده اللي بعد السيمفيزيال اللي هو البارا سيمفيزيال، اللي هو جانب السيمفيزيال اللي هو البارا سيمفيزيال. هيجي يقول لك برضو السؤال ده بيجي كتير، لسه جاي في امتحان قريب، بنثبته بشريحة ولا شريحتين؟ يعني بنعمل له تثبيت بشريحة ولا بشريحتين؟ اثنين على حسب المينتال فورامين. لو انا هقطع المنتال فورامين او خايف من المنتال فورامين، فهقوم عامل واحد فوق واحد تحت. لو انا مش خايف من المنتال فورامين، هقوم عامل واحده بس. فعلى حسب المنتال فورامين او على حسب الوضع بتاع المنتال فورامين. الانجل فراكشر اللي هو الكسر بتاع الانجل بتاعت المانديبل، وده هنثبته بشريحتين برضو. الموست كومن فراكشر اللي هو الكوندايلر فراكشر. طيب لو انا حصل عندي كسر هنا، الكوندايل هتتحرك لانهي اتجاه؟ يعني لو انا حصل عندي كسر في الرايت، الكوندايل هتتحرك للرايت ولا للليفت؟ ليفت. ليه؟ ازاي؟ يعني ده هيتحرك ازاي؟ يعني بصوا يا جماعه بالفكر كده، انا لو عندي ده اتكسر، الكوندايل هتقدر تتحرك كده؟ دي مش هتقدر تتحرك، يعني اللي هنا دي اللي في ناحيه دي اللي انا بتحرك لها مش تقدر تتحرك، فالناحيه التانيه هي اللي تتحرك، فيتحرك للناحيه المصابه، بيتحرك من السليم للمصاب. برضو دي بصوا يا جماعه تخيلوها كده، دي كده اتكسرت، يعني دي هنا كده مكسوره، هل المانديبول هيقدر يحرك؟ يعني العضله دي اللي الناحيه دي اللي فيها الكسر هتقدر تشتغل؟ لو هنا في كسر مش هتقدر تشتغل، يبقى مين العضله اللي هتشتغل للناحيه التانيه؟ يبقى المانديبول يقدر يجي كده لكن ما يقدرش يجي كده. خدوا بالكم يا جماعه بتاعت النقطه دي، بيتحرك لفين وبيتحرك في انهي اتجاه، عشان بيجيبوها في الاسئله كتير. بنعمل له ايه؟ كده كل الحالات اللي خدناها هو المندبل بيتحرك للافكتد سايد. تمام. التريتمنت بتاعه هنعمل له ايه؟ هنعمل له فيكسيشن زي التاني، الكسر بتاع الفك التاني، فهنعمل له تثبيت. بنعمل له تثبيت لمده قد ايه؟ لمده 3 4 اسابيع. ايه الفرق بقى ما بين الكلوزد ريدكشن والاوبن ريدكشن؟ ايه الفرق ما بين الكلوزد ريدكشن والاوبن ريدكشن؟ ايه الفرق ما بين الكلوزد ريدكشن والاوبن ريدكشن؟ المدة يعني ولا لا لا، الكلوزد يعني انا عمياني من غير ما اشوف، باجي بقوم مربط وخلاص. الاوبن يعني انا عايز اشوف الحفتين بتاعه العظم، فبفتح في لاب عشان اشوف الحفتين بتاعه العظم واقوم رصصهم لازقهم جنب بعض. تمام. فالكلوزد لما انا اكون مش عارف انا شغال فين، باجي بقوم مربط وخلاص على الوضع اللي موجود او على الوضع اللي هو موجود. لا، الاوبن بقى اني اقوم فاتح وشايف بقى بعيني الجزئين بتوع العظم واقوم حاططهم جنب بعض ولازقهم جنب بعض، ده الاوبن ريدكشن. طيب هيجي يقول لك التثبيت اللي هو الفيكسيشن يكون اكتر في الاطفال ولا اقل في الاطفال؟ أقل. أقل، لأن ممكن يحصل لهم أنكيلوزيس، ممكن يحصل لهم تيبس فبيكون أقل، ممكن يحصل لهم أنكيلوزيس، ممكن يحصل لهم تيبس فبيكون أقل. الأورثوجناسيك سيرجري بقى اللي هي الجراحات التقويمية، اللي هي الجراحات التقويمية بتيجي كده ساعات، مثلا ايه، مريض عنده فكه كبير يجي يروح لدكتور التقويم يقول له لا 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 لا، انت لازم تعمل الاول جراحه قبل ما اعمل لك التقويم، انت حالتك مش هينفع بالتقويم العادي. فالأورثوجناسيك اللي هي الجراحات التقويميه، ان احنا نعدل الشكل بتاع العظم.